الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب آداب السفر. وهذا الباب باب عظيم، بين فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من أحكام السفر من القرآن والسنة، وأكثر التبويب في هذا الكتاب، وذكر أحاديث كثيرة تدل على هذا الكتاب متعلقة بآداب السفر وأحكامه. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم هذه الأحكام، لأنه في الغالب لا يخلو من سفر، لذلك ينبغي له أن يتعلم هذه الأحكام حتى يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ويعلم الحلال من الحرام والخطأ من الصواب. والسفر الأصل فيه الكشف والبروز والظهور، ولذلك قيل عن السفر سفراً لأنه يكشف عن أخلاق المسافرين، فسمي سفراً لأنه يكشف. والسفر في الحكم الشرعي يختلف حكمه باختلاف السفر، فلا يقال إن السفر طاعة أو معصية إلا بمعرفة نوع السفر، فإن كان السفر سفر طاعة كان السفر سفر طاعة، وإن كان سفر معصية فهو سفر معصية، وإن كان سفر مباح فإنه سفر مباح، وهكذا. فإن حكم السفر يعتمد على نوع السفر، وإن كان بعض أهل العلم يقول الأصل في السفر الإباحة، وما يطرأ عليه الحكم، يقول الأصل في السفر الإباحة إلا إذا طرأ عليه معصية أو طرأ عليه طاعة فإنه يعتبر سفر طاعة أو سفر معصية. وعلى كل حال فالسفر ينظر فيه هل هو طاعة أو معصية أو مباح ثم يحكم عليه. ونمثلة سفر الطاعة السفر لأداء الحج، لأداء العمرة، لصلاة الرحم، للجهاد في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومن أنواع سفر المعصية السفر أيًا كان من أجل فعل معصية فهو سفر معصية باعتبار الشخص نفسه، أما سفر المعصية المطلق باعتبار نفس السفر كالسفر إلى دول الكفر أو السفر إلى الدول الانحلالية حتى وإن كانت تتسمى أنها إسلامية، فإن مثل هذا السفر سفر معصية بلا شك ولا ريب، إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، فإن لم يكن لا حاجة ولا ضرورة لم يجوز السفر. فالسفر للتنزه في مثل هذه الأماكن وهذه الدول الكفرية أو الدول الإباحية التي لا تفرق عن الدول الكافرة إلا بالاسم، فإن السفر إليها لا يجوز قطعا، السفر إليها لا يجوز قطعا، وإن فعله من فعله وإن أفتى فيه من أفتى، فإن هذه المسألة مما افتتن فيها اليوم كثير من الناس، سنتكلم عنها إن شاء الله، ولكن نأخذ أمثلة على أنواع السفر. ومن أنواع السفر المباح السفر من أجل النزهة والفرجة إذا خلا من المحاذير الشرعية فإن هذا مباح، سواء كان سفرا أو كان خروجا دون السفر، إذا سلم من المحاذير الشرعية فإنه من المباحات، فإنه من المباحات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البر للنزهة والفرجة والترويع عن النفس، ولكن فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر من أجل هذا، وإنما سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان لمقاصد شرعية، ولكن لا يقال بأن النبي لم يسافر من أجل الفرجة والنزهة أن هذا لا يجوز، لأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا بدليل شرعي. لكن على كل حال هذه أمثلة على أنواع السفر. ونتكلم عن السفر الثاني، سفر المعصية الذي افتتن فيه كثير من الناس اليوم، خاصة مع وسائل التواصل، فإن كثيرا من الناس اليوم لم يكتفوا
بالسفر إلى هذه البلاد الكفرية أو البلاد الانحلالية، بل صاروا ينقلون إلينا زبالات أفكارهم، وصاروا ينقلون إلينا المساوئ التي تكون في تلك الديار وتلك البلاد، فلا هم سلموا ولا جعلوا الناس يسلمون. وهذا الآن مشاهد في وسائل التواصل والانفتاح الكبير في وسائل الإعلام الحديث، فتجد الرجل يذهب إلى هذه الدول الكفرية أو الدول الانحلالية ويصور كل ما فيها من خير ومن شر، وينقل هذا إلى المجتمعات المسلمة، يراها أخوه ويراها أبوه وتراها أخته وتراها زوجته ويراها طلابه ويراها المجتمع الذي هو فيه من غير مبالاة. فتجده يصور الكاسيات العاريات، يصور الخمور، يصور الناس وهي تعزف المعازف في الشوارع. كل هذا يؤثر، وإن كان التأثير ليس مباشرا قد يكون بعد فترة بعد مدة، فإن النفوس تتبلد على هذه المنكرات وتستسيقها، ولو حصلت عنده ما أنكرها. وكل هذه من البلايا، وهؤلاء من الأسباب. وهذا لا شك أنه واقع يراه اليوم كثير من الناس، فجمعوا على أنفسهم معصيتين: معصية السفر إلى هذه الدول، ومعصية المجاهرة، ونقول ثالثا أيضا المعصية هي نقل ما عندهم من محرمات وكفريات وغير ذلك من الأباطيل إلى المجتمعات الإسلامية والتأثير عليها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: كتاب أداب السفر. قال: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابها أول النهار. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أول أداب السفر أن يكون في يوم الخميس وأن يكون في أول النهار. والمصنف رحمه الله تعالى لم يأتي بهذا من عنده، بل هذا من السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فمن السنة السفر يوم الخميس، هذا هو السنة، ولكن الآن تغيرت أحوال الناس، فالمواعيد والارتباطات لا تتقيد الآن بيوم معين، وإنما تتقيد بما عليه الأنظمة وما عليه الدول وما عليه الوزارات والإدارات ونحو هذه الأمور التي تربط الناس، فيسافر الإنسان على ما تيسر له. لكن إن تيسر له السفر في يوم الخميس تطبيقا للسنة فإن هذا لا شك أنه أفضل. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. إذن الغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يسافر يوم الخميس، وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم سافر في غير يوم الخميس، سافر في حجة الوداع في يوم السبت، تقريبا في يوم السبت سافر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في يوم السبت، فسافر النبي صلى الله عليه وسلم في غير يوم الخميس. لكن الغالب من سفر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كعب بن مالك، قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، يعني هذا هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والمراد بالبكور هنا، البكور هو الخروج في أول النهار، وهذا من السنة أن الإنسان يبدأ أعماله الدينية والدنيوية في أول النهار، لأنه وقت مبارك، ومن جرب عرف، من جرب عرف البركة في هذا الوقت المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فبركة الصباح من جربها عرفها، سواء كان هذا في العمل الديني أو العمل الدنيوي. وجرب تعرف، وجرب تجد ذلك بركة في إنجاز الأعمال، سواء كانت في الدين أو في الدنيا. ولذلك كان صخر رضي الله عنه من وداع الغامدي يعمل بهذا الحديث، وهو راويه،
كان تاجرا فكان يبعث التجارة في أول النهار حتى أثرى وكثر ماله ببركة عمله بهذا الحديث. وهذا الصحابي الجليل صخر بن ودع الغامدي رضي الله عنه وأرضاه لا يعرف له حديث رواه إلا هذا الحديث، وهذا من بركة رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بركة هذا الحديث الذي رواه، فبقي اسمه وأثره إلى يومنا هذا، إلى وقتنا هذا نترضى عليه ونذكر حديثه ونعمل به والأجر يرجع إليه. فهو حديث واحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وللأسف أن هذا الوقت المبارك الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أكثر الناس ينامون فيه، ولذلك كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يكرهون النوم في هذا الوقت، لأنه وقت الأرزاق، أرزاق الدينية والدنيوية. ولذلك على المسلم أن يحرص على هذا الوقت، وقت البكور، وخاصة في قراءة ورده من القرآن. فقراءة الورد من القرآن في أول النهار بركة عظيمة. أولا بركة أنك تنجز هذا الورد الذي عليك من القرآن، وبركة لأنه في وقت مبارك، وبركة لأنك تبدأ يومك بكتاب الله وبقراءة القرآن. ولذلك كان كثير من علمائنا يحرص على قراءة ورده ما بين الفجر والشروق، يقرأ ورده بين الفجر والشروق لأنه وقت مبارك وينجز فيه، ولذلك يسهل عليه الختم. فكانوا يقرؤون ثلاثة أجزاء في كل يوم، وهذا يقرؤون في هذا الوقت من الشروق إلى من الفجر إلى الشروق في أول النهار، فيختم مبكرا. إذا قرأ ثلاثة أجزاء يختم في الشهر ثلاث مرات، ومن زاد زادت له الخيرات والبركات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.